السلام عليكم، معكم حمزة. اليوم غنقوم بواحد الشرح ديال الكور ديال الهيدروليك. كيف كتعرفوا كامل باللي الكور ديال الهيدروليك الشرح ديالو ما كاينش نهائيا في يوتيوب. هادشي علاش غنقومو ان شاء الله باش نشرحوا الكور ديال الهيدروليك بواحد الطريقه سهله وباش كلشي يفهم الهيدروليك، حيت كتعرفوا الاهميه ديال الهيدروليك فين كن كتجلى هاد الاهميه ديال الهيدروليك، باسكو كنلقاو في بزاف ديال المجالات. دونك غنحاولوا نشرحوا الكور ديال الهيدروليك. الكور غنحاول نقسمو على 4 بارتي حيت هو كور شويه طويل وفي لي كومبوزون شويه بزاف ديال لي كومبوزون. دونك هو كور سهل، غير كيبان لبنادم راه معقد، مي هو راه كور سهل بزاف. ان شاء الله غنحاولوا نفهموه، سواء كنتي قريتي سواء كنتي معمق قريتي غادي تفهم ان شاء الله الكور ديال الهيدروليك كامل. Bon, ce cours présente les caractéristiques des composants hydrauliques et les notions de base du système et des schémas hydrauliques normalisés et l'étude et dimensionnement d'une installation hydraulique industrielle et la propriété particulière des circuits hydrauliques. Donc, fait le cours, il y a un classement, Inch'Allah, la 4 parties. On va voir les caractéristiques des composants hydrauliques. Quel composant, je le rôle de la, je ne vais dire الكومبوزو شناهي وشناهو لو غول ديالها فهاد لاستار دي فهاد المجال ديال الهيدروليك. ان نوسيو دي باز دو سيستيم دو شيما هيدروليك نورماليزي. غنحاول نفهمو اصلا الشيما ديال الهيدروليك. الشيما ديال الهيدروليك كل كومبوزو هيدروليك عنده واحد الرمز اللي خاصك تشوف الشيما تعرف ان هداك الرمز راه كيعني واحد الكومبوزو هيدروليك. ومن الشيما خاصنا نتعلمو من الشيما نديرو واحد لانستالاسيون ديال الهيدروليك، حيت كل انستالاسيون ديال الهيدروليك كتختلف من عمل لعمل. يعني من الشيما ممكن ندير لانستالاسيون، كيف داكشي اللي غيكون في الشيما ممكن انا ندير لانستالاسيون، صوف انني كنقرا الشيما باش ندير واحد لانستالاسيون ديال الهيدروليك. هادشي اللي كاين في الهيدروليك و هادشي ان شاء الله هادشي كامل غنتعلمو ليه. المهم نكملو الكور. هاد الكور فهاد البارتي الاولى غنحاول ندير غير واحد لا جينيراليتي ديال الهيدروليك، تعرف راسك شنو غادي تقرا اشنو غادي نتعلمو في هاد الكور وتعرف شنو هو الهيدروليك. تكون عندك غير واحد النبذة ديال الهيدروليك، ان شاء الله غتفهم كل كومبوزون وغتفهم الفونكسيون ديال الفونكسيونمون ديال لي كومبوزو كاملين غنحاولو نفهموهم. هنا كاين واحد لا ديفينيسيون ديال الهيدروليك. هيدروليك اي سيونس ابليكي ايون بور اوبجي ديتي لا بروبريتي ميكانيك دي ليكيد اي دي فلويد. هنا هي واحد الهيدروليك هو واحد السيونس اللي كيعتمد على الميكانيك. كنقولو كنقولو الميكانيك ديال ليكيد يعني كيعتمد على كنهضرو على واحد المجال ديال الميكانيك السوائل ديال الميكانيك، يعني كيخدم في الزيت. لي ميكانيك دي فلويد كونستيتي دي باز تيوريك للهيدروليك. لينيرجي راكور دو هيدروليك بور لا جينيراسيون دو كونترول اي لا ترانسميسيون دو بويسونس بار ليتيليزاسيون دي ليكيد سوس بريسيون. هنا ملي كنهضرو على الهيدروليك كنهضرو على ديك ليكيد غادي لينا واحد لا سوس بريسيون، يعني ديك لا سوس بريسيون ممكن نستعملوها حنا في روطاسيون ديال واحد الموتور هيدروليك، سوا في واحد اونتري ولا سورتي ديال واحد فيغا باش كيقوم لينا بواحد العمل. دونك هاديك سوس بريسيون كنلعبو بها كيف ما بغينا فواحد لو ترافاي معين اونكور بواحد لو كومبوزون معين. هادشي كامل ان شاء الله غادي نعرفوه. هادي فقط لا ديفينيسيون كتلقاها ممكن تفيدك بزاف سيرتو في لي زيكزامان. كتلقاها كيقول لك عطيني واحد لا ديفينيسيون ديال الهيدروليك. هادي واحد لا ديفينيسيون لي فريمون ديفينيسيون زوينه، حفظها حطها في ليكزامان ان شاء الله راه غتجيب عليها واحد النقطه ديالك. الهيدروليك ديستيني بور لا ترانسميسيون دو فورس دو كوبل دي زيليف. كيقول لك هنا الهيدروليك دار باش تكون واحد لا ترانسميسيون دو فورس دو كوبل دي زيليف اليفي، يعني كيكون عنده واحد العزم كبير بزاف. راه عندك واحد لا سيليكسيون ديال لا فورس، يعني الهيدروليك عنده واحد لا فورس اللي كبير بزاف، اللي هو كبير بزاف اللي فايت البنوماتيك مئات المرات. اللي كيعرف المجال ديال البنوماتيك الهيدروليك راه فايتو الاف المرات، فايتو في لا فورس. لا غروند سوبليس ديتيليزاسيون دو لي نومبر دومين، يعني دون لي نومبرو دومين، يعني فهاد الهيدروليك كنستعملو في بزاف ديال المجالات.
يعني ممكن يستعملوه في بزاف ديال المجالات، سواء في المجال الزراعي، سواء في المجال العسكري، صناعة ديال الآلات العسكرية، سواء في مجال الطائرات إلى آخره في المجالات. دونك هو واحد دونك هو واحد واحد الدومين اللي ممكن يستعملوه في بزاف ديال المجالات. انترون اي ان تري بون ريغولاسيون دو لا فيتيس سير لي زاباراي دي موتور، يعني هو سهل باش ندير واحد ريغولاسيون ديال لو فيتي ديال لا فيتيس، سهل باش ندير واحد ريغولاسيون سوا دي كومبوزون، سوا في هذاك الكومبوزون كيكون عنده واحد ريغولاسيون، سوا كنزيدو دي كومبوزو اخرين باش نديرو واحد ريغيلاسيون، سوا ليميتور دو بريسيون، سوا ريغي، سوا ريديكتور دو فيتيس الى اخره من لي كومبوزو اللي كنزيدوهم في الانستالاسيون ديال الهيدروليك باش كتولي عندنا واحد، باش كتكون عندنا واحد ريغيلاسيون، كتكون عندنا واحد ريغيلاسيون اللي حنا باغنا. اي ان غران ديري دو في دي كومبوزو، هنا في هنا في لي كومبوزو ديال الهيدروليك كتكون عندهم واحد الحياه طويله، يعني الكومبوزو ماشي كيجيو مثلا شهر شهرين خاصك تشونجي، شهر شهرين خاصك تبدل الموتور، شهر شهرين خاصك تبدل البومب، نو. هنا في المجال المجال ديال الهيدروليك يقدر يوصل حتى ل 3 زون 4 زون حتى ل 6 زون، وكاين دي كومبوزو اللي كيفوتوا 10 سنين، كيفوتوا كيوصلوا حتى ل 14 عام، كاين دي كومبوزو في الهيدروليك اللي كيفوتوا 14 عام. La possibilité de démarrage les installations en charge. يعني ممكن نقولوا هنا la possibilité de démarrage les installations en charge، يعني كم واحد مثال عندنا مثلا واحد كاميو هاز مثلا هاز سيما، واحد شاري وهاز سيما، هاز مثلا واحد 5 طن ولا 6 طن، يعني في الهيدروليك مثلا بغينا نهزو ديك الشارج، لا شارج ديال 5 طن ولا 6 طن بغينا نهزوها، ما غتسناوش في هذا المجال ديال الهيدروليك، تسناو حتى ندير واحد لانستالاسيون ديال ندير واحد لانستالاسيون، تسناو حتى توصل طلع لا فورس عاد بنهزو. نو، هذا اون دي بارك ممكن نهزو ديك 5 طن، يعني اون دي بارك ديال لانستالاسيون ديال اون دي بارك دو ديماراج ديال لانستالاسيون غادي تهز ديك 5 طن، يعني الهيدروليك عنده واحد لا فورس عالي حتى في لو ديبي ديالو كيكون عنده واحد القوة طالعة بزاف. اكزامبل دابليكاسيون ديال الهيدروليك، نشوفو هنا اكزامبل وحاول ندير صور باش يبان لكم فين كنستعملو هاد المجال ديال الهيدروليك، فين كيكون هاد المجال ديال الهيدروليك. كيكون في لا ماشين اوشي، كيكون في ماشين اغريكول، كلشي كتعرف لي ماشين اوشي، سواء راك تعرف تشور، سواء تعرف فريزا، سواء الى اخره من لي ماشين نيميريك راك تعرف هاد لي ماشين. كيكون في ماشين اخ كيكون يعني في المجال الزراعي، لا ماني طونسيون بحال الكلاك بار اكزومبل، راه كيكتب لينا الكلاك، هاي كيكتب لينا البارتي هيدروليك ديالها. هاد لو فيغا كيكون اون فاس مع من الجهه الاخرى فيغا، هاد فيغا ملي كيكون كيخرج تي ديالو، يعني لا سورت كيخرج بواحد لا سوس بريسيون ديال الزيت كيخرج هذا، اي ملي كيدخل تيش كتدخل هادي، يعني كنستعملو حتى في المجال ديال ستوكاج، حنا كنستعملو ايضا في لافياسيون، يعني في مجال الطيران كيف كتشوفوا هنا في لي ماشين اوشي، عندو هنا ماشين ديال الكوبل ديال الطوله، كتقطع الطوله هذه، يعني هنا ملي كيدخل ليا الزيت من هنا، دخل الزيت هنا ودخل هنا الزيت، يعني كيدخل بار دي تيب، هذا لي فليكسيبل كيدخل هنا بار دي تيب، كتخرج واحد كتكون واحد لاصوص بريسيون باش كتخرج لينا التيج، دونك ملي غيخرج التيج هنا ويخرج التيج هنا غتهبط الطول، هاد بارتي غتهبط كاملة باش تقطع الطولة، وملي كيرجع تيز كطلع هادي. دونك كيكون حتى في الماشين هاد المجال ديال الهيدروليك كيف كتشوفو هنا، كيكون هنا حتى في المجال الزراعي، هذا فيغا كيكون حتى في لي ترافو بيبليك، تراكس كله هيدروليك، كيكون ايضا في المجال الزراعي، هنا كيكون واحد الموتور هيدروليك كيدور واحد الفيس باش كيعطينا باش كنطحنوا به واحد العلف ولا شوم باش شنو كيطحنوا به. كيف كتشوفوا الهيدروليك هنا دي فيغا لي تشيب، لو فيغا اونكور فيغا دو فيغا، هاد دو فيغا كي خاصك تعرفوا هاد دو فيغا كيطلعوا قد قد وكيهبطوا قد قد، كاين ريغيلاتور هو اللي كيريغلهم باش يمشيو قد قد ويهبطوا قد قد.
تيج يخرج يخرج مع لو تيج يخرج قد قد ويدخل قد قد. هنا بعض الصور اللي كتشوفوا فين كنستعملوا الهيدروليك حتى في المجال الصناعي. كيف كتشوفوا هنا الفيغان اتريسور كوج الفيغان اتريسور دروا، يعني الفيغان من غادي يخرج هنا ويخرج الفيغان كيهبطوا الرويد، وميم سي ملي كيرجع راه كيطلعوا الرويد. هذا واحد لو شيما ديال تريسيك ديال الطائرة. بون هادشي هادي فقط غير نبذة ديال الهيدروليك، فقط باقي ما دخلناش الهيدروليك، هادي فقط غير نبذة ديال الهيدروليك. تعرفوا الهيدروليك شنو هو الهيدروليك، لا بويسونس هيدروليك. نهضروا هنا دابا واحد نهضروا شوية على لا بويسونس هيدروليك. ميتور دي لينيرجي، كتكون لا ترانسميتور دي لينيرجي كتكون في لي تيب فليكسيبل بريساج. لو تيب هيدروليك، لو تيب كاين واحد لو تيب سبيسيفيك ديال الهيد خاصا غير بالهيدروليك، يكون وصل واحد السلوكه، يعني حيت هذاك لو تيب خاصو يستعمل خاصو يتحمل واحد لا فورس لي كبيره. انا هضرت لكم على الهيدروليك، قلت لك الهيدروليك راه عنده واحد لا فورس لي كبيره بزاف. لي تيب كيكون ما بين مثلا ما بين واحد لي تيب او كومبو او واحد الكومبوزون، مثلا بار اكزومبل واحد لي تيب او بومب باين لاصقو لي تيب مع البومب، كنديرو ما بين لي تيب كندير واحد فليكسيبل كندير لاصقو في لي تيب، وما بين لي تيب ما بين لي تيب كيكون وصلو فليكسيبل هو اللي غيلصق مع البومب. بار اكزومبل خاصك تعرفو شنو هو الفليكسيبل البريساج. هاد فليكسيبل باش كيلصق بلي تيب كاين دي ماشين خاص باش كيلصقو الفليكسيبل بلي تيب كيلصق بواحد لا بريسيون كيلصق بواحد لا بريسيون. دونك نحاول نشوفوا شنو هما ها هو اليوتيوب ديال الهيدروليك. كيف كتشوفوا هذا هو اليوتيوب ديال الهيدروليك، هذا هو الفليكسيبل، ها هو الفليكسيبل فليكسيبل. هاد الفليكسيبل كيلصق بهاد كيلصق مع هاد اليوتيوب بواحد لا بريسيون، يعني عندو لي ماشين خاصه باش يلصق. يعني ما تكون من كونو بار اكزومبل غنجيو نخشيو مثلا نخشيو هاد اليوتيوب نخشيو غير بايدينا، مي غتكون لاستالاسيون ديال الهيدروليك لا سيركيلاسيون ديال الهيدروليك دايزا تكون واحد لي سيركوي ديال الهيدروليك. اين فوا كوم تاكد اين فوا غدوز انستالاسيون غدوز ندير واحد لاستالاسيون ديال الهيدروليك وغادو غتكون واحد لا سيركيلاسيون ديال لي فلويد ديال اللوي. كوم تاكد انا الزيت غيطير غيتفرقع، انا الفليكسيبل غيتفرقع مع غي تكون واحد لابريسيو عالية. الزيت غادي يخرج يبالك الزيت خارج من هنا، يكون بالك الزيت خارج من هنا خارج من الباغشي ولا خارج من الباغشي. وهنا يعني كنعرفو حنا لابريسيون ديال الهيدروليك طالعة بزاف في الثانوية الأولى، دونك اضطرينا أنا نستعملو واحد لي ماشين ديال البريسيون هي اللي غتفيكس لينا فليكسيبل مع لوتي. لا ترانسفورماسيون دو لينيرجي ميكانيك، باش مناش كنجيبو هاد لا ترانسفورماسيون ديال لينيرجي ميكانيك كنجيبوها باغ لا بومب. لا بومب يعني لا بومب هي بيدا غتخدم بواحد لا بومب باش كدير واحد الغوطاسيون، سوا كديرو بموتور ديزل سوا كديرو بموتور الكتريك الى اخره باش تضوي لك لا بومب. هاد لا بومب كدير الغوفولمون اي لاسبيراسيون. الفيغان كنعرفو الفيغان حتى هو ملي يكون راجع راه كيدير واحد لا ترانس لا كيدير واحد لا ترانسفورماسيون ديال لينيرجي ميكانيك مي كيكون تيج راجع الا كان دوبل ايفي. اي لا موتور هيدروليك اونكور ملي كيكون موتور هيدروليك كنعرفو عنده لونتري و سورتي، ملي كيدخل في لونتري و كيخرج من السورتي راه لي كومبوزو ميكانيزم ديالو كتكون واحد لا غوطاسيون. لي اونكور كيعطينا في العرب واحد في العرب كيعطينا واحد لا غوطاسيون، دونك غوطاسيون ميكانيك. لا بويسونس ماسيك تري زيليف يعني واحد العزم كبير بزاف. لا بريسيون دو بوزيسيون تري بون. La facilité de réglage très bon. La transformation de mouvement linéaire très simple par vira. Bon, on va voir une partie autre aussi. Les contraintes du système hydraulique. On va voir l'hydraulique, on va voir la pression. Alors, on va voir la pression. شنو هما لا ميزيغ اللي كنلقاو فيها. دونك ليتيليزاسيون دو بريسيون
الليفل كتكون من 50 حتى ل 700 بار. تصور معايا من 700 بار لا بريسيون، لا بريسيون عالية اللي فريمون فايتة لا فيتيس ديال القرطاسة كتكون خارجة من البيستولي. دونك هنا دون لي سيستيم هيدروليك بو اونجوندري لي زاكسيدون، لي زاكسيدون يعني السيستيم هيدروليك ما خاصش اي واحد يلعب معاه. هيدروليك مجال لي فريمون صعيب بزاف، سيرتو لما كنتيش كتعرف لي كومبوزو هيدروليك فين كتكون الخطورة. دونك خاص ضروري تكون تعرف لي هيدروليك، تكون قاري الهيدروليك، حيت الهيدروليك الله يستشير شحال من واحد دالي عينو، شحال من واحد هرسو، شحال من واحد قتلو. دونك الهيدروليك ضروري باش تكون عارفيه، ضروري السلامة، السلامة هي الأولى في المجال ديال الهيدروليك. ديليتيزاسيون ديال لويل هيدروليك مينيرال انفلامابل بو اون غونتري. هنا كيقول لك واش يقول لك ان الهيدرول ان داك اللي في الويد تاع الهيدروليك انفلامابل. دونك نشوفو ثاني لي كومبوزو هيدروليك ريبريزونتي دي ماتيريال كونترو كوتون دون لا مانتونونس اي اونيريوز دي في دي بري ريفيون ايليفي دي كومبوزون دي رامبلاسمون دي لويل هيدروليك et des filtres. Là, ملي كنبغيو نديرو لا مانتونونس ديال الهيدروليك، لو بري ديال الزيت كيكون غالي شويه، حتى لي فيلتر ديالو كيكون غالي شويه. يعني غنحاولو حنا نكونو خدام، نحاولو خاصنا نقلبو داك الزيت، نقلبوه باش نقلبوه امتى غادي يوفى، حيت هو عنده واحد لو ديغي ديال الحياه ديالو. الزيت باش نقلبوه كنحلو الريزرفوار، كنقلبو كنهزو واحد العينه من داك الزيت ونشوفو واش باقي خاشر ولا جاري. الا كان باقي خاشر نخليه، كان ولا جاري دونك خاصنا نبدلو. لو بري ديال داك الزيت كيكون غالي شويه، مرخيص ماشي رخيص، غالي شويه، ولكن سي امبورطون نبدلو، حيت لما بدلناش داك الزيت كيولي لي كومبوزون ديال الهيدروليك كيخسرو لينا، ويولي خاسر لينا السيستيم كامل ديال الهيدروليك. ايوا لي كومبوزون ديال الهيدروليك راه شويه غاليين، دونك توجو خاص تكون كونترول ديال الزيت ديال الهيدروليك. شوفوا هنا كاين لو ريزون هيدروليك. هنا لو ريزون هيدروليك غنهضروا فيه على شنو هما لي كومبوزون الهيدروليك. كل كومبوزون كاين كي ريزيرفوار، كاين الفلتر، كاين البومب، ريغيلاتور دو ديبي، ريغيلاتور دو بريسيون، ديستريبيتور اي اباراي دو ريغيلاسيون، الفالب، كاين ليميتور دو كاباسيتي، كاين فليكسيبل، كاين ريدكتور دو بريسيون، كاين ريدكتور دو فيتاس، كاين ليميتور دو بريسيون، ليميتور دو بريسيون دو دوبي. كاين بزاف ديال لي كومبوزون. نحاول هذا الفيغا، كيف كتشوفوا هذا هو الفيغا، هذا فلتر، هذه بومب، هذا ريدكتور دو فيتاس، هذا فيغا. بون هادي واحد، هادي فقط كانت لا جينيراليتي ديال الهيدروليك، ديال الهيدروليك. حاولت نشرح شويه ديال الهيدروليك باش البارتي الثانيه ان شاء الله تكون فيها نهضروا فيها على لي كومبوزو ديال الهيدروليك، نشوفوا الكومبوزو، كل كومبوزو شنو هو الدور ديالو، شنو كيدير الهيدروليك، شنو كيدير في الانستالاسيون ديال الهيدروليك. وفي البارتي 3 ان شاء الله نهضروا فيها على الشيما ديال الهيدروليك، وفي البارتي 4 غنهضروا فيها على المانتونونس ديال الهيدروليك. يعني الا كنتي خدمتي في شي لا سوسيتي كانت مالت لك واحد الانستالاسيون ديال الهيدروليك، خسرت فيها شي حاجه، كيفاش دير لا مانتونونس ديال الهيدروليك. وان شاء الله غنشوفوا امثله حيه، ونتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش ديروا ابوني معنا في قناه القناه يلا باديه، ديروا معنا ابوني، اشترك، ديروا اشتراك معنا في القناة، وغير باش يوصلكم كاع الجديد، ويوصلكم حتى البارتي 2 3 و 4 ديال الهيدروليك. وابخي غنديروا دي زيكسيرسيس افيك دي سوليسيون، وغندوزو لمجالات اخرين نهضروا عليهم، كاع لي مجال ديزاين ستريال غنهضروا عليه ان شاء الله. كل مجال نعطيو لي كور ديالو، غنعطيو التمارين ديالو ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هاد الكور،
وان شاء الله كلكم غتفهموا الكور ديال الهيدروليك. فقط ادي واحد لا جينيراليتي صغيره ديال الهيدروليك، ونتمنى كلشي يفهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.